الجيش يؤكد مواصلة سيطرته على الطريق الساحلي شرق طرابلس ويقبض على عناصر لحفتر حاولت التسلل إليه. إصابة 3 تلاميذ في تفجير بمدرسة الجيل الصاعد بمنطقة بوعيسى غرب الزاوية. تواصل أعمال لجنة الحوار الاقتصادي بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي. مشاهدينا أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الأعلام الحربي لعملية بركان الغضب أن الجيش ما زال يسيطر على منطقة الجرابولي بالكامل، وأضاف الأعلام الحربي أن الجيش يتمركز بمناطق غطرمان والخوالق والرواجح، ولا صحة لما يتداول عن سيطرة ميليشيات حفتر عليها، وأوضح أن محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس تشهد هدوءا حذرا يتخلله بعض المناوشات بين الحين والآخر. من جانبه أكد القائد الميداني بالجيش الليبي محمد فريوان تمكنهم من القبض على 5 عناصر تابعين لميليشيات حفتر تسللوا عصر الأحد لمنطقة الجويعة شرق طرابلس، وأوضح فريوان لبانوراما أن العناصر تسللت بسيارة مدنية واستهدفت البوابة بالرصاص، مؤكدا تسليمهم للجهات الأمنية المسؤولة. من جانب آخر أضاف القائد الميداني أن مدفعية الجيش نجحت في استهداف مرتزقة موالين لحفتر بمنطقة قصر بنغشير وعينزارة كانت تستهدف الأحياء المدنية بالعاصمة. فيما أكد مكتب الأعلام الحربي لبركان الغضب سقوط قتلى وجرحى بينهم مرتزقة من الجنراويد إثر استهداف مدفعية الجيش تمركزات ميليشيات حفتر بمنطقة قصر بن غشير، وكانت مدفعية الجيش قد استهدفت في الساعات الأولى من صباح الأحد تجمعا لميليشيات حفتر بمحيط معسكر اليرموك، واستهدفت أيضا عددا من الأليات المسلحة التابعة لهم بالقرب من سمافر البل جنوب العاصمة. استطاعت قوات الجيش الليبي إقامة هلال دفاعي على مشارف الوشكة بدءا من محور البحر وصولا لمحور الوديان مع استمرار وصول التعزيزات في الأيام الماضية. الزميل عبد المنعم البوري والتفاصيل. بعد أن اجتازت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة منطقة أبو قرين وبعد تحريرها استطاعت الآن تأمين المحاور التي تشكل هلالا دفاعي وهجومي ابتداء من محور البحر مرورا بالساحل ومحور الكسارة كذلك محور النهر ومحور الوديان وصولا إلى محور اللود. هذا الهلال أصبح دفاعي هجومي بعد أن تعزز بقوات وأفراد وأليات من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني. أيضا أعلنت الغرفة عن استهداف مباشر لآليات المتمرد بمنطقة الوشكة، وكذلك هناك رصد لتحركات العدو بتلك المناطق كما رصدوا عدد من الآليات للعدو في تلك المنطقة. أيضا بالحديث عن التدابير والتي يأخذها العدو في تلك المناطق هو حفر خنادق في بوابة الخمسين وما جاورها في تلك المناطق. العدو الآن يتجهز للرجوع إلى تلك المناطق التي تحادي بوابة الخمسين. إذن هذه أغلب الأوضاع العسكرية والأمنية داخل يعني هذه المحاور أو هذا الهلال الدفاعي الذي سيصبح هجومي عندما يعني تطلق غرفة العمليات الميدانية الإذن للأمراء المحاور المقاتلين بالتقدم ومباغثة العدو والهجوم عليه. لقناة ليبيا بانوراما عبد المنعم البوري الوشك. أكد عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأباحلي بانوراما إصابة 3 تلاميذ في تفجير بمدرسة الجيل الصاعد بمنطقة بوعيسى غرب المدينة، وقال مراسل بانوراما بالزاوية إن التفجير نتج عنه أضرار مادية ببوابة المدرسة، مؤكدا أن الجهات الأمنية مستمرة في التحقيق لمعرفة أسباب التفجير.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح. بداية أهلا بك سيد عبد الكريم. سيد العميد، لو تضعنا في تفاصيل التفجير الذي حدث بمنطقة بوعيسة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأشكركم على اهتمامكم بمتابعة الأحداث والحدث الذي وقع اليوم ببلدية الزاوية الغرب منطقة بوعيسة. نعم. على تمام الساعة 10 صباحا حدث انفجار قوي حقيقة روع الطلبة والمدرسين والمدرسات بهذه المدرسة، وقد نتج عن هذا الانفجار جرح بعض الطلبة، 5 طلبة، ثلاثة حالتهم حرجة واثنان حالتهم بسيطة وتم علاجهم والحمد لله. طيب سيادة العميد، كيف قيمت الجهات الأمنية الحادثة وكيف كان تواصلكم معها لعدم حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا؟ لا شك أن هذا الحدث الإرهابي الذي تم اليوم هو أكيد من مجموعة ما يسمى بمعسكر الكرامة، وهي التي كانت وراء هذا الحدث الذي وقع اليوم، هذا الحدث الإرهابي والذي جاء نتيجة الحقد الدفين اللي موجود عندهم. طلبة أبرياء صغار في السن، لا توجد عندهم أي توجيهات، سواء كرامة سواء وفاق، أو طلبة من مختلف المناطق أنا يأتي ويضعوا، لأن هذه المناطق حقيقة المنطقة بالذات اللي حوالين المدرسة يوجد فيها عناصر ما يتبع ما يسمى بمعسكر الكرامة متواجدين ويتراشقوا بالسلاح منذ 3 أو 4 أيام، فوضعوا هذه المتفجرات تحت سياج المدرسة. وقبل التفجير مرت الأستاذة وشافت أن هذا الشيء الغريب، بطبيعة الحال هي مرأة تركت ودخلت للفصل، بعد بلحظات تم الانفجار هذا وصيب الشباب. نعم. الطلب اللي طيب سيادة العميد، عذرا على المقاطعة سيادة العميد. نعم. هل من المحتمل يعني تعليق الدراسة بالمدرسة أو بمدارس البلدية بالكامل؟ لا لا لا، لن تعلق الدراسة المصلحة، تستمر الدراسة وبإذن الله حيتم تأمين المنطقة بالكامل. احنا كنا حقيقة أعتبر هذه منطقة متجانسة، لكن هناك هؤلاء الأشخاص اللي هم وراء هذه الأحداث سيتم مطاردتهم والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة. نعم، عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. والحديث أكثر عن تفاصيل التفجير ينضم إلينا مراسلنا في الزاوية رامي إشكال. بداية أهلا بك رامي. رامي، ما هي الحصيلة النهائية للتفجير الذي حدث بالمدرسة؟ أهلا وسهلا بك. طبعا نحمد الله على سلامة أبنائنا الطلبة بعد التفجير الذي حدث بمنطقة أبو عيسى غرب مدينة الزاوية بمدرسة بالجيل السعد. طبعا المدرسة هذه تبعد عن الطريق الساحلي حوالي 13 كيلومتر، حيث أن التفجير كان بجانب سور المدرسة الخارجي، مع العلم أنها كانت بشبكات خلال الأسبوع الماضي في المنطقة، وهناك تحركات لقوات عميد الكرامة بالمنطقة. كان التفجير عند الساعة 10:40 بالتحديد، حيث أن الإصابات والحصيلة النهائية وصلت إلى 5 إصابات من الطلبة وتم نقلهم إلى مستشفى الطمان المركزي. لا توجد أضرار خطيرة، لما هي إصابات كلها خفيفة بين متوسطة وخفيفة. مع العلم ان مسؤولين مراقبه تعليم الزاويه الغرب كان في تواصل معهم وسيكونون غدا صباحا في المدرسه مع ايضا الخدمات الاجتماعيه والدعم النفسي، لان هناك امتحانات هذه الفتره، سيكون متواجدين صباحا للوقوف بجانب الطلبه ومعالجه الاثار النفسيه التي تسبب هذا الانفجار. كما تدين مراقبه تعليم الزاويه الغرب هذا العمل الهمجي ومطبق جهاز الاقتصاد من الجهات الامنيه، توفير الامن في وتوفير بيئه يعني توفير بيئه جيده للطلبه. نعم، مراسل ليبيا بانوراما من الزاويه رامي إشكال كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
تهجير ورحيل عن الحياة، تعليم متقطع، هذا ما يعانيه أطفال العاصمة جراء عدوان حفتر وداعمه. الحزن يخيم والحياة تتغير، لا شيء يسير بشكله الطبيعي في ظل ما يعانيه أطفال العاصمة. نتابع. كم تبارك يا أحمد الثاني، تحية لأحمد. صور قاتمة عكست هذه العبارات التي أوقفت الطالب أحمد عن سرد باقي ما كتبه بدفتره أمام معلمه وزملائه. كيف لا، وما سطره حقيقة ما أجبره عليه العدوان من نزوحه مع عائلته من منزلهم بعنزار منذ أشهر. وليس هذا حال أحمد فقط، فعديد الأطفال سلبتهم حرب أرادها حفتر الحياة والأحلام وجعلت أيامهم يثقل حملها على البالغ، فكيف بمن لا تتجاوز طموحاتهم اللعب أمام المنزل مع أبناء الجيران تحت دوي مدافع وطائرات معتدي تؤد حقوق الأطفال جنوب طرابلس. فبحسب إحصائيات منظمة اليونيسف في يناير المنصرم، فإن 90,000 من النازحين جراء الاشتباكات هم من الأطفال. عائلة كشيرة والذويبي وأهل الهضب والبدري كلهم ورثرى أطفالا لم يعيشوا بهذه الحياة إلا نيفا. فقذائف ميليشيات ادعت أنها قادمة فاتحة طالتهم تباعا دون أي رحمة أو شفقة، واليوم ظل ذووهم وجيرانهم بين الحزن وألام الفراق وصدمة ما كان لها في أذهانهم أي حسابات. تعليم تعطل ومدارس هدمت وأخرى تركها طلابها ومعلموها فرارا من تساقط الصواريخ تباعا. كان هو الآخر ذا أثر سلبي على هؤلاء الأطفال النازحين، فمنهم من اشتاق لداره وآخر فقد أخاه أو زميله بمقعد الدراسة. فتورة باهظة ممن هم في عمر براعم زهور الربيع سيظل التاريخ محتفظا بها لحرب شعواء أباح فيها معسكر الرجمة وداعموه من الخارج كل السبل، بغية دخول عروس البحر التي استعصت باستبسال لجيش وولائه لله ثم للوطن. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا. وأوضح غوتيريش في تصريح لراديو فرنسا الدولي أن التدخل الأجنبي في الصراع يمكن أن يحول دون انتهاء الأعمال القتالية في البلاد. وأضاف غوتيريش في تصريح الأحد أن كلا الطرفين في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف اتفقا على عدة نقاط رئيسة، ويبقى الهدف الأكبر وقف إطلاق النار وفق قوله. فيما قال مساعد وزير الخارجية الصيني إن بلاده تدعم جهود وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا والعودة للمفاوضات السياسية. وأضاف مساعد الخارجية الصيني خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالا على هامش أعمال القمة الأفريقية أن بلاده لا تتواصل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق الوطني وتحرص على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات. من جانبه دعا وزير الخارجية الليبي إلى إعادة فتح السفارة الصينية في طرابلس وعودة الشركات لاستئناف عملها في البلاد. هذا ودعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالا إلى الوقف الفوري للتدخلات السلبية في الشأن الليبي التي ازدادت خطورة بإشراك المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة. سيالا وفي كلمات له أمام مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي طلب الاتحاد مشاركة في المسار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. ودعا سيالا في الوقت ذاته إلى ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وعودة القوات المعتدية لتهيئة الظروف وبدء المفاوضات. قمة أديس أبابا تكشف عن دور فعال لأفريقيا لحل الأزمة الليبية، ما الذي يمكن أن تلعبه القارة السمراء حيال ليبيا وكيف سينعكس الدور الأفريقي الجديد على حل النزاعات بالقارة الأفريقية خاصة الملف الليبي الشائك. نتابع. لا يخفى على أحد التراجع الكبير للدور الأفريقي في ليبيا، فمنذ فترة تحاول القارة السمراء لعب دور في حل الأزمة الليبية من خلال قمة أديس أبابا تحت شعار إسكات الأسلحة وتعزيز مشاركة الاتحاد الأفريقي في الوساطة وحل النزاعات المسلحة التي تنجم عن صراعات داخلية ببلدان القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة. تركزت مناقشات القمة على النزاعات التي تشهدها أفريقيا وعلى رأسها ليبيا وجنوب السودان، والتي أجمع القادة الأفارقة أن حلها لابد أن يكون سلميا بعيدا عن الحلول العسكرية
فضلا عن ضرورة أن يلعب الاتحاد دورا حيويا في مواجهة الصراعات بدلا من ترك المهمة للأطراف الخارجية. رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي أكد في كلمته أن الأزمة الليبية تمثل أولوية للاتحاد، معربا عن رغبتهم في حل الملف الليبي دون تدخل خارجي، وأنه سيكون له دور مهم في ملف المفاوضات التي تتولى إدارته الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره أكد استعداد المنظمة لتسمية مبعوث مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مباحثات السلام الليبية، معبرا عن تفهم إحباط الاتحاد الإفريقي من خروج الملف الليبي من الإطار الإفريقي، مبديا تأييده لمنحهم دورا أكبر مستقبلا. وكان الاتحاد الإفريقي الذي يمثل عمقا استراتيجيا لليبيا قد عبر عن امتعاضه عديد المرات من تجاهله بشكل ممنهج من قبل المجتمع الدولي، وعزمه إرسال مبعوث إفريقي خاص إلى ليبيا، خاصة بعد استهداف مقر للمهاجرين الأفارقة أغسطس الماضي من قبل طيران أجنبي داعم لحفتر. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طبرق يوسف العجوري الأحد أن اختيار الأعضاء الممثلين على الحوار السياسي المقرر إنعقاده بجنيف في 26 فبراير الجاري أمر يتطلب وقتا نظرا لما وصفه بطبيعة عمل المجلس. كما أكد العجوري في تصريح له على أهمية انطلاق الحوار الاقتصادي بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل الوصول آليات تضمن عدالة توزيع ثروات البلاد وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية للدولة على حد قوله. قال عضو مجلس النواب خالد الأسطى إن المسؤولين الأمريكيين أكدوا عملهم على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وأوضح الأسطى في تصريح لبانوراما أن زيارة وفد المجلس للولايات المتحدة ناقشت العملية السياسية ومسارات الحوار للوصول لحلول واقعية للأزمة الليبية، مضيفا أن الجانب الأمريكي يتواصل مع البعثة الأممية في ليبيا بشكل يومي بشأن استئناف إنتاج النفط. وأضاف عضو النواب أنه من المتوقع أن يلتقي الوفد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء عن مجلس الأمن لمناقشة الملف الليبي. أبان مجلس النواب الليبي أن وفد المجلس الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية قد أطلع المسؤولين على الملف الليبي بالخارجية الأمريكية على أثر الحرب وانتهاكات العدوان على طرابلس والأوضاع الإنسانية بها. المجلس أوضح أن الوفد في زيارته بحث مع مسؤولي الخارجية الأمريكية الجوانب السياسية ومسارات الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية إلى جانب ملف إقفال تصدير النفط من قبل حفتر. وطالب النواب الولايات المتحدة بالقيام بدورها في إيقاف الحرب ومساعدة ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة. أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط توقف العمل بمصفاة الزاوية بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية ونفاد الخام بخزاناتها نتيجة إغلاق الحقول النفطية من قبل حفتر. ودعت الشركة في بيان لها الأحد المسؤولين عن قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لما يتسبب بهذا الإغلاق من خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط المصدر الوحيد لدخل البلاد، مؤكدة على ضرورة تحييد النفط عن الصراعات والتجاذبات السياسية. انطلقت الأحد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات تحضيرية سابقة لانطلاق المسار الاقتصادي لحل الأزمة الليبية التي أعلنتها الأمم المتحدة المنبثقة عن محادثات برلين. وسيحضر الاجتماع المرتقب 21 خبيرا اقتصاديا من ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسة فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية. وسيخلص هذا اللقاء حسب وكالة الأنباء الليبية إلى تشكيل لجنة تضم خبراء السياسات الاقتصادية العامة في ليبيا، وذلك تمهيدا لانطلاق مباحثات المسار الاقتصادي التي تهدف لتحقيق التوأمة بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير لتوحيد المؤسسات الاقتصادية السيادية في ليبيا في نهاية المطاف. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعض الفاصل. وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤكد سير العمل في معبر وازن بشكله الطبيعي. We'll be right back.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن حركة عبور المسافرين من معبر وازن الحدودي تسير بشكل طبيعي وسلس عبر الاتجاهين الليبي والتونسي، وأوضحت الداخلية أنها تعمل على تسيير الحركة المرورية بالشكل الأمثل وتقديم كافة أشكال المساعدة للمسافرين وتدليل الصعاب لهم. وكان معبر وازن الحدودي قد استخدم لمرات عدة لتخفيف الحمل على معبر سجدير الحدودي، والذي يشهد في أوقات الذروة من السنة ازدحاما كبيرا. ناقش رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد العميد جمعة غريبة وعدد من مسؤولي المصلحة الأحد كيفية العمل على فتح منظومات تصوير الإصدار الخارجي لجوازات السفر في السفارات والقنصليات الليبية. وأبانت وزارة الداخلية أن السفارات والقنصليات الليبية التي ستفتتح بها منظومات تصوير ستحددها وزارة الخارجية الليبية. واتطرق الاجتماع إلى الصعاب التي تواجه عمل المصلحة وكيفية تسهيل الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها. وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة الداخلية تستأنف أعمال صيانة مستوصف مديرية أمن طرابلس. التفاصيل في التقرير التالي نتابع. من أجل دعم الخدمات الصحية أقبلت وزارة الصحة والداخلية على صيانة المستوصف الطبي بمديرية أمن طرابلس بالفرناج لخدمة منتسبي الشرطة وأهالي المنطقة ودعما لأجهزة الأمن بالمدينة. متمثلة في أنهم يكونوا يفتحوا معنا عيادة نفسية موجودة هنا بحضور طبيب مختص، كذلك عيادة مو مستشفى ابن نفيس لأمراض السكري والغدة الصماء، وقاموا بفتح عيادة مع توفير الأدوية. المجال العيادة دي والأدوية يتم توفير الأدوية الخاصة بهم من الأنسولين والأدوية المصاحبة لهذا المرض حتى للمواطنين. كانت في هالمجال هدايا توأمة متمثلة بين المستشفيين كذلك مستشفى. الصيانة شملت الطلاء وبعض الاحتياجات الأخرى، كما تم تزويده بآلات ومعدات حديثة بإنجاز نسبته 85% ليكون المرفق الصحي مجهزا بالكامل بعد مدة قليلة، وتكليف أطقم طبية لدعمه نظرا لما يقدمه المركز من خدمات لشريحة واسعة من المواطنين. يأتي ذلك تنفيذا لخطة الوزارة الرامية لاستعادة وتعافي القطاع الصحي العام بتجهيز المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها وتنفيذ أعمال الصيانة لكافة مرافق القطاع بعد أن توقفت لسنوات. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا التذكير بأبرز عناوينها. الجيش يؤكد مواصلة سيطرته على الطريق الساحلي شرق طرابلس ويقبض على عناصر لحفتر حاولت التسلل إليه. إصابة 3 تلاميذ في تفجير بمدرسة الجيل الصعب بمنطقة بوعيسى غرب الزاوية. تواصل أعمال لجنة الحوار الاقتصادي بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.